وصل إلى منطقة. تصعيد دبلوماسي إيراني يعقب الصواريخ والمسيرات. طهران تؤكد مواصلة هجماتها وتطالب بغداد وأربيل بإنهاء وجود المعارضة الإيرانية. البعثة الدبلوماسية الإيرانية رفعت تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي لتبرير قصفها إقليم كردستان، وعدت وجود الأحزاب الإيرانية المعارضة تهديدا لأمنها القومي. في المقابل فإن قوى سياسية كردية تؤكد أن لديها ما يكفي من أدلة للاحتجاج دبلوماسيا على استخدام إيران القوة لقصفها مواقع مدنية في الإقليم. العراق الآن علينا أن نقوم بخطوة ثابتة وقوية سواء في مجلس الأمن أو حتى على الصعيد الإقليمي برفض هذه الاعتداءات التي تقوم بها الجارة إيران على العراق واحترام السيادة العراقية. إذا كان هناك تصعيد من قبل لهم فبالتأكيد التصعيد والوثائق وما نمتلكه من أدلة على خرق السيادة العراقية أكبر بكثير مما تمتلكه إيران. على أثر ذلك توجه وفد أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي إلى طهران لبحث القصف وسبل إيقافه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فيما قلل خبراء عسكريون من إمكانية العراق من إيقاف الهجمات بسبب الأوضاع غير المستقرة. أود أن هنا أن أشير إلى أن هي بغداد وبالذات المنطقة الخضراء تتعرض للقصف، ولا تستطيع الحكومة العراقية أن تعالج ذلك، فكيف تستطيع أن تعالج القصف في أربيل أو في السليمانية أو في دهوك؟ منذ مطلع الشهر الجاري والحرس الثوري يشن قصفا مركزا على أهداف مدنية بحجة وجود مقار لأحزاب إيرانية تشارك في الاحتجاجات الشعبية في إيران، فيما تؤكد أربيل أن عناصر تلك الأحزاب محميون من قبل المجتمع الدولي وباتفاقيات عالمية. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.